هنا هاد البلاصه كيقولها اغرس الخوت، الشاطئ ديال اغرس. هنا كاين الفليكه كما كنقولوا الدراري البحريه، الله يسهل عليهم ساكن الله يجيب لهم التيسير. اما كيخدموا بهادشي ديال الفليكه كيترزقوا على والديهم، او الدنيا كتبان غزاله هنايا. كما قلت لكم هذيك البلاصه سميتها اغرس، وراه هو دلا هو اللي كيبقى من ليه. اوبو على شاطئ هنا كيفاش داير، الدنيا غزاله هنا. البحر تبارك الله، هنا البحر نقي، البحر نقي هنا ودي العشرين. كما كنقول لك البحر نقي والحجار تيبان لك في البحر. اش غنقول لكم، باقا لي الطريق ودي العشرين، باقا لي الطريق، كاين الطريق. اول البحر كيما قلت لكم نقي كيبانه. واو البحر كيبان اخي نقاي. طريق ديال الحسيمة هادي كيما قلت لكم الخوت والناظور الساقان باب براد. السلام عليكم ورحمة الله الأصدقاء العشران، دخل الأرض الوطن وخرج الأرض الوطن. اليوم الخوت كنت واجد في هاد البلاصة كيقول لها وادلو وادلو. شوفوا راه من هاد البلاصة هنا كما كنقولوا هاد البلاصة فلاحة فلاحة. علاش كنقول لكم اودي؟ راه الفلاحة هي اللي كتهز المغرب، كما كنقولوا الفلاحة هي اللي كتهز المغرب. او لما كانش الفلاحه، الفلاحه كما كنقولوا لما كانش الماء وما كانش الفلاحه كما كنقولوا راه غتاكل الكسيبه ديال البقار ديال الغلام. كما كنقولوا الخضره تولي غاليه، كما كنقولوا الدراوش يولي يعانيوا بالظروف ديالهم. او كما قلت لكم الفلاحه الا كان بحال هذا الخير اللي غادي نوريكم، الربيع موجود والخير موجود، كيكون البقار شبعان، الناس كيحلبوا الحليب وكيديو يبيعوه
وفلوس داك الحليب كيجيبوا منها كما كنقولوا العلف للبهايم، وكيجيبوا الماكله للوليدات ديالهم، لانه علاش كيلقاو الربيع موجود ما يحشر البقر وما ياكل البقر. او الصراحه حد قال راه واخا الشتا كاينه، واخا الشتا ما كاينه شاي كما كنقولوا، كاين الجفاف كما كنقولوا. الله سبحانه لك يعطي الارزاق، الله سبحانه لك يعطي الارزاق. هادو داروا النيه، داروا النيه مساكنوا حارتو وتوكلوا على الله، واخا بلا شتا داكشي سبحان الله العظيم، نايد الربيع نايد الفول نايد الخير. بلا ما نقوي عليكم الهضره بزاف، هادي هي الفصه كما كنقولوا لك ياكل البقر، هادي هي الفصه كيحشوها البقر. وشوفوا الناس كيفاش كتعيش، كما كنقول لكم الدراويش اش كنقول لكم، راه الفلاحه هي اللي كتهز المغرب. هذا الفول من كيوصل واحد الوقت كيعطي منه البقر وكيبيع منه كيعيش الوليدات كما كنقولوا. هذا الفول هذا الخول، هو غادي نقطع نيت شي لعيبات انا من غادي نقصيهم بسم الله، هما نقطع انا هادو غادي نقصيهم، لانه هذا عزيز عليا في هذا كيفاش كيجي في الطاجين مع اللحام كيجي زين. هذا الفول هذا الخوت كما قلت لكم، هذا الفول تبارك الله، شوفوا الخير تبارك الله كيفاش داير. هذا الفول هذا هو كما كتشوفوا فيه الفول هذا، او الخير ديال الله سبحانه كما قلت لكم. هذا الفول او شوف البقرة فينا هو كما سارحي البقرات، هما البقيرة شبعانين تبارك الله. لأنه الصراحة قال المغرب عندنا الماء موجود ديما كنقولها لكم، لأنه أنا كندافع على الشعب، العيون موجودين ديال الماء، كاينين عندنا في المغرب العيون موجودين ديال الماء، ولكن الصراحة قال الماء ضايع كما كنقولوا، الماء كيتم غادية مع الويدان، الماء غادي ضايع عندنا في المغرب، اللي يكون كما كنقولوا الماء ديال هذوك العيون كيجمعوه. كيطلقوا الماء بحال ما كيطلقوا الفلاحه كما كنقولوا. كره المغرب، المغرب اش غادي نقول لكم، ما تلقاش فيه الفقراء. كره بطاطا والبصله دايره عدرهم، كره كما قلت لكم والبصله دايره عدرهم، كره بطاطا دايره غير 50 فرنك كما كنقولوا 10 دريال. ابو الخير تبارك الله كما قلت لكم، ابو الخير ديال الله سبحانه، ابو الخير ديال الله سبحانه. هذيك كما قلت لكم هاد البلاصه وادلو، ابو تبارك الله الفيلحة عندهم كيفاش دايره، هنا الناس هنا كتعيش عبل الفلاحه. حنت لك الماء موجود عندنا، كل عندنا الماء موجود في المغرب كما كنقولوا. كره دابا هاد الاراضي كلهم تلقاهم جلبانه بطاطا البصله، تلقى الخير موجود هنايا كما قلت لك، تلقى الخير موجود منين ما تدوس تلقى السواقي كما كنقولوا، تلقى السواقي تلقي الماء لعباد الله. دابا هما السواقي دابا كاينين، ولكن قطعوا الماء على السواقي، يقول لك البرجات راه خواو، ماشي البرجات اللي خواو، ما كاينش اللي يخدم. تبارك الله الخير، شوف هو الخير ديال الله سبحانه كما كنقول لك، واد لا هذا الناس راه كتعيش بالفلاحه، لان ورا الفلاحه هي باش كتعيش البكمه باش كما كنقولوا. الدنيا انا كي دايره تبارك الله. هاد الفيديو راه ضربت عليه الطريق مزيان، ضربت الطرقان مزيان باش نقلب على شي بلاصه كما كنقولوا لي نصورها مزيانه. سبحان الله العظيم، كتقول الشتا راه غادي تكونوا وما كتجي لا الشتا لا والو ديال الخوت.